أهلا بكم من جديد. كثيرا ما نسمع أن هذه القضية أو تلك من اختصاص محكمة أمن الدولة. في عام 2013 أقر مجلس النواب القانون المعدل لمحكمة أمن الدولة ليحصر اختصاصاتها بخمس مجالات فقط. سنتحدث اليوم عن الجرائم التي قد تعرض صاحبها للامتثال أمام محكمة أمن الدولة، وللحديث عن هذا الموضوع معي بالأستوديو الأستاذ المحامي باسل المبيضين. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم الله. يعني حدثنا عن اختصاصات أمن الدولة ضمن القانون المعدل. شكرا، أهلا. بداية صباح الخير. أهلا، صباح النور أستاذ باسل، وأشكركم على هذه الدعوة. أهلا طيبة. فيك. بداية، محكمة أمن الدولة هي من المحاكم الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. وهذه المحكمة أنشأتها الحكومة بقانون خاص بداية. نعم. وكان ذلك في عام 1957. نعم. في ظل الأحكام العرفية التي كانت موجودة في ذلك الوقت. الأصل في جميع المحاكم أن تتبع هذه المحاكم للقضاء النظامي والقضاء المدني. نعم. وتكون ضمن بيئة المجلس القضائي، هذا في الأصل كحقوق إنسان وكنظام ديمقراطي. نعم. لكن في ظروف خاصة استوجبت أن يكون هنالك محكمة تابعة لأمن الدولة، وذلك للمراقبة بالإضافة للسيطرة على الأوضاع الأمنية الداخلية والخارجية. نعم. حقيقة كانت اختصاصات أمن الدولة على المادة 101 شاملة لكثير من الجرائم. نعم. تتعدى 20 اختصاص. اختصاص. لكن في ظل التطور القضائي، في تطور الديمقراطية، حقوق الإنسان، كان لابد أن يكون هناك تقليص لهذه الاختصاصات ليتسنى تحقيق عدل معين، وأيضا إفساح المجال لأي شخص كان مرتكب جرم معين أنه دافع عن نفسه. بس بدي يعني هيك في عجالة أمر على موضوع مادة 101 اللي هي كانت قبل القانون المعدل. فكان مثلا عندنا إحنا الاختصاصات اللي كانت تنظر هذه المحكمة في على مادة 101 في تزوير البنكوت والمسكوكات والجرائم الواقعة على أسرار ووثائق الدولة. صحيح. أيضا كانت جرائم المخالفين لقانون الأسلحة النارية والذخائر، كان هذا أيضا تابع لاختصاص أمن الدولة، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على السلامة العامة والاتفاق الجنائي. أيضا في شيء جريمة اسمها أيضا المؤامرة على الدولة بشكل عام، أيضا هاي كانت على المادة 101 من ضمن اختصاصات أمن الدولة. وكان كذلك الأمر في الجرائم الاقتصادية أيضا، مثل البورصات الوهمية أو الأمور الأخرى، أيضا كان في إطالة اللسان على جلالة الملك من ضمن اختصاص أمن الدولة. صحيح. لكن زي ما حكيت من البداية أنه لابد من تقليص لأمور معينة. فأصبحت الآن محكمة أمن الدولة تختص في خمس جرائم لا تتعداه. نعم، تحدثنا عن هذه خمس الجرائم. نعم. وتليفونك سايلنت أستاذ لنعم برن. تمام. الآن بالنسبة للقانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة في عام 2013 اللي أقره مجلس النواب، في عنا جريمة الخيانة، ثانيا التجسس، ثالثا تزييف العملة، بالإضافة للمخدرات. ويعني طبعا كل تخصص من او كل جرم من هاي الجرائم حقيقة يعني بده حلقة او حلقتين لوحده. صحيح. لانه يعني كثير في يعني صادف هذا الموضوع. نعم، تفضلي. يحظر القانون المعدل على محكمة أمن الدولة محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون قضاتها مدنيين باستثناء الجرائم الخمسة المذكورة. ما أهمية هذا الموضوع؟ يعني هو حقيقة زي ما حكيت من بداية اللقاء أنه الأصل والمشروعية صحيح في القانون أو في الحياة العامة حقيقة الأصل أن يحاكم أي شخص يوجه له تهمة جزائية أنه يكون أمام قاضي مدني. وحقيقة يعني محكمة أمن الدولة حقيقة في القدم كانت هي محكمة عسكرية. صحيح. فكان لابد أنه
ليحاكم الإنسان المدني من مبدأ المشروعية ومن مبدأ الإنسانية أن يكون مدني. فكان وأيضا لا يجوز أن تتغول محكمة أمن الدولة على القضاء النظامي، بمعنى آخر يوجد في المحاكم أو تشكيلات المحاكم عندنا المحاكم النظامية والمحاكم الخاصة وعندنا المحاكم الشرعية، بالإضافة طبعا كل شيء له مثلا تخصص معين. فكان لابد أنه أمن الدولة تكون فقط اختصاصات محددة تهتم فيها، والمحاكم الأخرى محكمة الجنايات مثلا، محكمة الصلح، محكمة البداية إلى اختصاصات، وتكون هذه الأصل في المشروعية أن تكون ضمن بيئة المجلس القضائي. لاعتبارات حقوق الإنسان بالإضافة لتحقيق نوعا ما من العدل، لأنه العدل في السماء حقيقة. صحيح. مرات بعض الأشخاص الموجودين بالشارع عم بتعرضوا للعملة المزيفة، كيف تقدروا تساعدوا هذا الشخص إذا كان معه عملة مزيفة، كان بالخطأ طبعا، مش هو الشخص يعني باع ثمن شغلة وأخذ مثلا ثمنها عملة مزيفة، هذا أولا. ثانيا كيف بدنا نعرف أنه هذه العملة المزيفة؟ يعني هو حقيقة بالنسبة للتزييف العملات والبنكوت المقصود، البنكوت اللي هي العملات الأجنبية، حقيقة كانت هاي ضمن اختصاص أمن الدولة قديما تزوير، وفي فرق ما بين التزييف والتزوير طبعا. الآن بالنسبة لموضوع العملة المزورة، هو حقيقة الإنسان ما بيعرف، بيمسك هالورقة ما بيعرف إنها مزورة أو لا حقيقة، إلا إذا كان خبير أو كان بيشتغل في بنوك معينة أو إنه مثلا عنده خبرة معينة. لكن الأصل دائما الإنسان إنه يكون عنده توعية في جميع المواضيع. صحيح. فمثلا العملة هاي إذا انضبطت مع شخص معين، وبدنا ننظر إحنا كمان للكمية، الكمية في تأخذ محكمة أمن الدولة في الكمية أيضا. بمعنى آخر يعني أي مبلغ بسيط أو أي مبلغ كبير أكيد في كل مبلغ له جرم معين. صحيح. فالآن هذه تزييف العملة يعني كإنسان مثلا بده يتعامل فيها داخل المجتمع الأردني، يعني أكيد أنه مش راح يعرف أنه هاي عملة مزورة أو غير مزورة إلا إذا تم ضبطه من جهات مختصة، وهذه الجهات المختصة تم معاينة هذه العملات عن طريق خبير، وبعد ذلك يتم توديعه إلى مدعي عام أمن الدولة والتحقيق معه، ومن ثم مدعي عام أمن الدولة بتم التحقيق مع هذا الشخص. نعم. وتقدم الأدلة أي بينة تشعر المدعي العام بأنه هذا الشخص فعلا أنه ما كان يعني الجرم محقق، ولكن بسبيل الصدفة. نعم. أستاذ باسل، سريعا، الخيانة في القانون الأردني كيف تجرم؟ بدنا نفرق ما بين الخيانة وما بين التجسس. الخيانة يعني التجسس من شخص يكون خارج الملة الأردنية ويكون خارج من الشعب الأردني. صحيح. هو عبارة عن شخص ممكن ينقل معلومات معينة لدولته عن أسرار الدولة اللي هو الآن متواجد فيها، ممكن أسرار عسكرية، ممكن أسرار اقتصادية، ممكن أسرار أمنية. صحيح. الخيانة تقع على الشخص اللي بيكون داخل أو عايش في هذا المجتمع. بمعنى آخر، شخص هرب من الخدمة العسكرية، شخص أساء في مخطط وهو يعني ينتمي لهذه الدولة، مخطط سواء كان إرهابي أو مخطط كذا. فهذا الفرق البسيط يعني ما بين الخيانة والتجسس، شيء بسيط. نعم. أخيرا نتحدث عن المخدرات والحشيش وإلى آخره. في العديد من حملات التوعية للطلاب بالجامعات حتى نقي أبنائنا من المخدرات بأنواعه والحشيش وإلى آخره. في حال كان هذا الشخص مدمن أو يقوم بالتجارة بهذه المادة يمثل أمام محكمة أمن الدولة، تحدثنا عن هذا الموضوع. نعم. المخدرات، أشكرك على السؤال، إنه يعني سؤال كثير كثير مهم، والآن إحنا ما بدنا كمان نحكي بمثاليات أبدا. هو إحنا عندنا الآن موضوع المخدرات هو شغل شاغل للدولة. صحيح. ولإدارة المخدرات بشكل شخصي، لأنه هاي آفة دمرت يعني أبنائنا. المخدرات إحنا من ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة إعطاء الأحكام بالنسبة لأي شخص يعني بتنظر لتعاطي المخدرات،
تنظر لحياسة المخدرات، تنظر لتصدير المخدرات، تنظر لتجارة المخدرات. أيضا في المشرع غلظ العقوبة على موضوع إعطاء مادة مخدرة بقصد الإضرار، خصوصا إذا كان موجود في مكانه الحوالي عم مثلا بيتضرر من هذه المادة، ممكن يجرمه القانون أيضا. المقصود القانون لا يجرم إلا المتلبس، بمعنى آخر يعني ممكن أنا أكون طبعاً قاعد في مقهى وشخص يتعاطى أمامي، ولكن ممكن يرفع عليه قضية لأنه أضرني مثلا. لا، الإضرار مش هيك، الإضرار الإضرار بيكون كالتالي، إني أنا أقوم بإعطاء مادة مخدرة وقاصد هذا الشخص إني أضره بإني أحطها في جيبته أسقيها إياه أخليه يشربها. يعني طبعا إذا ثبت هذا الجرم المشرع يعني بتشريعه انه ممنوع انه ينزل للحد الادنى، يعني ممنوع من سنتين طبعا لانه هاي يعني باعتبار انه هذا الشخص سليم النيه وانت جيته. صحيح. تمام. بدي اشكرك الاستاذ باسل مبيضين على هذه المعلومات القيمه. شكرا لحضرتك. شكرا لكل حضراتكم. شكرا. الله يعطيكم. فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا.